بسم الله الرحمن الرحيم. شباب ثانوية عامة إن شاء الله بنكمل مراجعة كتاب ذا بيست. وصلنا طبعا حلينا 11 يونت وحلينا 4 فصول. النهاردة إن شاء الله معانا شابتر 5. تمام كده هيبقى باقي لنا الفصل السادس بس، وباقي لنا كام يونت؟ يونتين تانيين أو 3 يونت تانيين. طيب بسم الله. نمبر 1 بيقول لي وات واز برنسس فلافيا's ادفايس. قبل ما يغادر برنسس فلافيا في القصر بتاعها، نصحته، اديت له ادفايس، نصيحه ترسل. نصحته ايه؟ قالت له تو بي كيرفول، انه ياخد باله. تمام. ساعتها سالها، قالها بي كيرفول اوف وات؟ قالت له اي كانوت سي، ما اقدرش اقول، بس طبعا عارفين كلنا انها بتحذره من ديوك مايكل، من مايكل. 3 واي ديد راسندل ريمبر وات روز هاد سيد اباوت روبرت؟ ليه راسندل تمام تذكر وات روز اللي روز قالته له عن اخو روبرت في بدايه الشط، في بدايه القصه خالص. تمام. روز لو فاكرين عملت مقارنه ما بين روبرت اخوه وما بين روسندل، قالت له ان اخوه تمام عارف ان هيز بوزيشن ان سوسايتي هاز ريسبونسابيلتيز. افتكر في اللحظه دي ليه؟ تمام، لترديه، بيكوز هي هاد تو بير ماني ريسبونسابيلتيز، لانه في اللحظه دي بقى افتكر انه لازم يتحمل كثير من المسؤوليات. 4 What did Rassendyll learn from playing the role of the king؟ إيه اللي Rassendyll اتعلمه من إنه يلعب دور الملك أو يؤدي دور الملك؟ اتعلم تمام letter C how to run a country، كيف يدير الدولة. تمام. 5 It wasn't difficult for Rassendyll، ليس من الصعب على Rassendyll to play the role of the king، مش صعب عليه إنه يلعب دور الملك. ما تقوليش حتة الشبه، تمام، حتة الشبه ساعدته، لا، لكنه كان ذكي جدا. he could imitate the king. يعني ايه could imitate؟ imitate هنا بمعنى يحاكي، جاي من imitation اللي هي المحاكاة، يحاكي دور الملك او يقلد الملك. 6 what worried Rassendyll while playing the role of the king؟ ايه اللي دايما كان بيقلق Rassendyll؟ انه كان من حين للتاني making mistakes، كان بيرتكب اخطاء وكان بيدافع عن نفسه او بيحاول يداري على الاخطاء دي by saying he forgot rules، انه بينسى الرولز، القواعد. 7 What would help the people of Britannia؟ طب اللي هيساعد الشعب بتاع روتانيا to forget، انه يسامح او ينسى Rassendyll's occasional bad decision. من وقت للتاني كان Rassendyll بيعمل mistakes، اخطاء، بيعمل bad decision، قرارات خاطئة من وقت للتاني. اللي هيخلي الناس تساعده او ينسوله ده ويغفروا له ده his growing popularity. يعني ايه growing popularity؟ يعني شعبيته المتزايدة. طيب 8 3 of Michael's men، 3 من رجالة مايكل وير ان استرلساو في العاصمة. طب the rest، الثلاثة التانيين الباقيين كانوا فين؟ تمام، كانوا في الـ Old Castle أو the Castle of Zinder. 9 What was abnormal؟ إيه الحاجة الـ abnormal، الغير عادي about the Old Castle؟ الغير عادي letter A in drawing was always drawing، اللي هو الجسر ده، draw bridge، sorry draw bridge، اللي هو الجسر المتحرك، was always kept up، كان دايما مرفوع لفوق وما فيش حد، no one is allowed to enter، ممنوع لأي حد بالدخول إلا بأمر من، هنعرف بعد شوية من مين، أهو رقم 10 who gave permission، مين اللي ممكن يدي إذن to get into the old castle، مين اللي ممكن يسمح بالدخول؟ حاجة من الاتنين، يا إما مايكل يا إما راجل من رجالته وأقوى واحد فيهم اللي هو روبرت. طيب 11 who ordered 6 people، مين اللي أمر 6 أشخاص to follow Rassendyll، يمشوا ورا Rassendyll، يتبعوه، طبعا اللي عامل كده ثابت، to guard him، حمايه ليه. 12 what was Rassendyll's feeling، شعور Rassendyll ايه about staying at a pretended king، انه يكمل كملك مستعار. طبعا طول الوقت Rassendyll worried لانه ممكن في اي لحظه مايكل يموته. 13 if Rassendyll disappeared، لو Rassendyll اختفى، مايكل على طول هيبقى the king، would be the king literally. 14 what did the letter sender، الراسل الخطاب، ask Rassendyll to do. طبعا نفتكر الخطاب، موضوع الخطاب ده انطوانيت اللي بعتته، طلبت من Rassendyll ايه؟ تمام، يروح السمر هاوس، letter B to go to the summer house، عشان تقول له something important about his life. طيب 15 Rassendyll found it necessary، Rassendyll وجد من الضروري to go to، ان هو يروح ايه؟ to rescue the king، كان مصمم يروح زندا لإنقاذ الملك. 16 Rassendyll asked Sapt not to make his men
follow him. Send the servant said, قال له الستة بتوعك أنا مش عايزهم because I could look after myself. لتربيه لأنه قال له أنا أقدر أخد بالي من نفسي كويس. طيب 17 when was Rassendyll asked to go to the summer house؟ إمتى Rassendyll طلب منه was asked بس بهيت طلب منه يروح summer house. دي أنتوانيت قالت له في الخطاب لازم تروح at midnight لترسي في منتصف الليل. تمام. بعد كده according to Antoinette's letter طبقا لي خطاب أنتوانيت what would happen إلا يحصل to Rassendyll if he didn't go to the summer house. لو ما راحش السمر هاوس تمام لترديه his life حياته would be in danger هتكون في خطر. سؤال 19 if Rassendyll didn't go to the summer house لو ما راحش السمر هاوس تمام ايه اللي هيحصل في الكلام ده كله؟ يا ترى مايكل would punish Antoinette تمام كانت قايله له كده ان مايكل would punish me letter A. طيب 20 what impression هنترجم impression انطباع الانطباع اللي بوث اللي كل من Rassendyll وسابت هاف Rassendyll وسابت لما عرفوا موضوع الخطاب جالهم انطباع عن الخطاب ان ممكن مين يكون بعته مايكل to trap زي ما عملهم trap trick فخ يعني يبقى letter A الانطباع ان مايكل wanted to trap Rassendyll لما شاف الخطاب قالك بس ده اكيد مايكل عمل كده to trap us. 21 what changed Rassendyll's opinion اللي غير رأي Rassendyll about Antoinette's letter اللي غيره تمام ان ارى في ظهر الورقه او ظهر الخطاب لقى more writing لتربيع المزيد من الخط او الكتابه هو accompanied هنترجم accompanied اصطحب من اللي اصطحب Antoinette during her visit to Britannia طبعا letter A اللي اصطحبها servants بتوعها الخادمين بتوعها 23 it was انه مين who made Antoinette write the letter اللي أكبر اللي خلى Antoinette تكتب الخطاب تمام لتربيع اللي هو دوك A مايكل Rassendyll could go to the summer house Rassendyll قدر يروح السمر هاوس but only if هيروح السمر هاوس بس تمام لو سابت went with him يعني سابت سمح له قال له أتروح بس أنا هروح معك بس طبعا سابت هيقف برا على البوابة Rassendyll would go into the summer house while سابت بس سابت دروقي في 25 had to wait هينتظر at the gate اللي هي letter C هينتظر على البوابة 26 what did Rassendyll threaten ماذا Rassendyll هدد to do هدد يعمل ايه لو سابت prevent him منعه انه يروح السمر هاوس تمام فكان Rassendyll قال له either يا إما I'll go to the summer house tonight or I'll go back to England قال له يا إما أروح السمر هاوس ليلة يا إما أرجع مرة تاني لإنجلترا 27 why would three of Michael's men ليه ثلاثة من رجالة مايكل 26 تاني what did Rassendyll threaten هدد بإيه if Sept prevented him لو Sept منعه طبعا قلنا هيرجع لإنجلترا قال له يا إما أرجع إنجلترا يا إما أروح السمر هاوس لوحدي 27 بقى why would three of Michael's men ليه ثلاثة من رجالة مايكل go to the summer house هيروح ليه السمر هاوس طبعا أنتوانيت هي اللي قالت الكلام ده لرسندل قالت له بالظبط لو فاكرين قالت له in ركز في النقطه دي قالت له in 20 minutes في خلال 20 دقيقه 3 will come to kill you 3 هيجوا يموتوك والبادي الجثه بتاعتك will be taken to the old town هتروح الاولد تاون وبعد كده سبت فريدز will be arrested يبقى الاجابه لتر بي هيجوا يعملوا ايه to kill Rassendyll 28 it was witty ذهاء او ذكاء نترجم الكلمه دي wit بمعنى ذكي witty ذهاء ذكاء من Rassendyll to go to the summer house انه يروح ما راحش في منتصف الليل الساعه 12 بالظبط لا ده راح before midnight قبل منتصف الليل عشان كده قالت له في خلال 20 دقيقه يعني بالظبط هو رايح 12 الى تلت فالساعه 12 هيجوا الثلاثه يموتوا طيب 29 Why did Antoinette want Rassendyll to leave the summer house before midnight? ليه Antoinette عايزة Rassendyll يغادر بسرعة تمام قبل ما إيه ما يجي منتصف الليل تمام الإجابة to avoid لكي يتجنب إن Rassendyll يتجنب meeting Michael زمان طبعا لو فاكرين Rassendyll لما سأل Antoinette قال لها why do you help me why are you helping me ليه انت بتساعديني فاكرين ان عندها مبادئ انها she didn't like to see people
being killed، ما بتحبش تشوف people being killed، يقتلوا أو يموتوا. 30 what was Michael's wicked plan، ترجمة wicked بمعنى شرير، خطة الشر أو الخطة الشريرة الـ evil plan للملك، خطته إن هو لترقيت وكل رسندل and ويموت يموت رسندل arrest ويقبض على سابت وفريدز. واحد وثلاثين how could رسندل climb over the wall، إزاي تسلق الهول، فاكرين أنتوانيت كانت حطاله ladder لتربيه by using a ladder، إنما لو قال لي إزاي خرج من السمر هاوس ده باستخدام iron table اللي هي الترابيزة الحديد. 32 what generous offer، العرض السخي اللي ديتشر to رسندل at the summer house. ديتشر لما خبط عليه الباب قال we make you or we offer you، جايب لك offer عرض، العرض كان save journey to the border، مش بس كده و 50,000 English pounds، يبقى الإجابة الصح letter C both A and B. 33 what did رسندل use to fight Michael Zeman، استخدم إيه رسندل عشان يحارب مايكل زمان، استخدم an iron table، ترابيزة حديدية. 34 what happened to Ditcher، اللي حصل لديتشر during the fight، أثناء المعركة دي لو فاكرين his arm was injured، لما رسندل قدر يغبطهم بالiron table بالترابيزة الحديد كان بيضرب نار وهو بيجري، فواحدة من الطلقات جت في دراع مين، في دراع ديتشر. طيب 35 what was Rosendel about to tell Flavia during the ball، الأول إيه البول ده، تاني يوم عملوا بول حفل راقص، تمام سبت اللي عملوا وفريدز جهزوا الحفل ده عاملينه ليه، عشان سوزات رسندل أسك فلافيا تو ماري هم، عاملينه مخصوص عشان رسندل يطلب من فلافيا تتجوزه، ساعتها رسندل ريفيوزد، رفض سينج ذات، وقال ان ده اتس نوت فير فور هير، ان ده مش عدل ليها. طيب نرجع لسؤالنا بقى what was Rosendel about to tell، في الحفلة دي بقى رسندل كان على وشك يقول لها الحقيقة ان هو لترقيه، كان على وشك يقول لها he wasn't the real king، بس طبعا مين اللي منعه، سبت اللي منعه. 36 if it hadn't been for me رسندل would have told Flavia the truth، if it hadn't been for الاكسبريشن ده على بعضه معناه without، بدون، يبقى بدون مين، سبت اللي ظهر فجأة، رسندل كان ممكن يقول لفلافيا الحقيقة. 37 رسندل insist on، صمم على الذهاب إلى زندا لي to rescue the king letter C. 38 why did Michael send فلافيا a letter، ليه مايكل بعت لفلافيا خطاب، طبعا to invite her، عايز يدعيها to visit him in زندا، تزوره فين، في زندا. Antoinette sent فلافيا، أنتوانيت بعتت لفلافيا letter، لفلافيا أي خطاب، asking her not to، طلبت منها not to accept، ما يقبلش مايكل invitation، قالت لها ما تقبلش دعوة منه، وقالت لها don't fall into the power of the duke، ما تعيش في السلطة أو في قوة الدوك. Why did Michael really invite Flavia، ليه مايكل بالفعل دعي Flavia تروح مع زندا to fall into his power. طبعا في نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها، إن مايكل legally شرعيا couldn't be the king، ما ينفعش يبقى الملك without marrying Princess Flavia، إلا لما يتزوج Princess Flavia. 41 what excuse، هنترجم دي بمعنى العذر، تمام would Flavia give for not accepting، تمام إيه العذر اللي ممكن Flavia تقدمه إنها ما تقبلش دعوة مايكل، تمام she could say she was ill، letter B she was ill. 42 what did the pretend king tell the marshal he was worried about، pretend king الملك المستعار ده قال لمارشال ستراكنز he was worried about ايه، قال له انه قلقان من مين، لترديه تمام من الدوق، من مايكلز امبيشنز، طموحات مايكل. والغريبه كمان ان المارشال ما استعجبش او لانه فاهم دوق مايكل كويس. 43 why did Antoinette refer to the king، ليه انتوانيت اشارت للملك in her letter لما بعتت خطاب لي لفلافيا، قالت لها leader في الخطاب، قالت لها you can ask the leader of the country، ليه ما قالتش الكينج، ببساطة جدا لان عارفة ان هو مش الملك، لتر ايه because she knew he wasn't the real king، لان انتوانيت عارفة ان رسندل مش الملك الحقيقي. who was trusted، مين اللي هيثق فيه to keep Flavia safe، يأمن على Flavia ويأمن على روري تانية، طبعا مارشال
استراكنز، لا ذا مارشال اللي هي ليتر بي 20. طيب في صفحة 500 عندي أسئلة، خمس أسئلة، أهم أسئلة في الشابتر كريتيكال. بص على كده السؤال الأول، طبعا دي أهم أسئلة اللي يهموني، وبقية الأسئلة كلهم بيدور في هذا الاتجاه. سبت بوت نيوز بروت نيوز أحضر أخبار ريال كينج، جاب أخبار عن ريال كينج. What do you think it was؟ الأخبار اللي جابها سبت في بداية الشابتر إن he was sure that، هو متأكد إن the king was still alive، ان الملك ما يزال على قيد الحياة. تمام، الاخبار كمان ان درو بريدج الجسر دوت is always kept up، دايما مرفوع لفوق، ودي حاجة abnormal، it's abnormal. حاجة التانية كمان ان no one is allowed to enter، ممنوع لأي حد يدخل without permission، بدون اذن from دوك مايكل or روبرت. سؤال اتنين، How do you think Rassendyll came out of the summer house alive؟ سؤال من الأسئلة المهمة جاء سنة عام 2013. تفتكر إزاي خرج على قيد الحياة Rassendyll من وهرب من الثلاث رجالة في السمر هاوس؟ By using an iron table، أو توضح he could use، قدر يستخدم an iron table، ترابيزة حديد. تمام، he could push them out، قدر يدفعهم للخارج. كمان he could escape from the house، قدر يهرب من البيت برضو by climbing a ladder، انه تسلق السلم. تمام، ثلاثة، what can you think Antoinette told، what do you think Antoinette told Rassendyll when he was to the summer house؟ دي نقطة مهمة جدا. لما Rassendyll راح السمر هاوس واتفقنا راح قبل الميعاد بتاعه بحوالي 20 دقيقة، بدأت أنتوانيت تحذره من خطة دوك مايكل. إيه الخطة؟ قالت له زي ما قلنا إن in 20 minutes، في خلال 20 دقيقة، 3 men will come and kill him، ثلاثة هيموتوه، وبعد ما يموتوه the body will be sent to، الجثة هتروح فين؟ للسمر هاوس، سوري هتروح للأولد تاون. بعد كده سابت فريدز will be arrested for murdering the king، بعد كده نبعت مسج رسالة زندا to kill the king. تمام، دي الخطة اللي ايه وضحتها أنتوانيت. السؤال الرابع، what reason، السبب اللي خلى سابت think that the king was still alive، معتقد ان الملك still alive. طبعا because three، only three of Michael's men، ثلاثة بس من رجالة مايكل are with him in the capital، موجودين معه في العاصمة، and the other half، والنص الثاني surely guard were guarding the king، اكيد حرسين الملك. اخر سؤال برضو، سؤال من الاسئله المهمه 2017 اهو، what was Michael's plan، خطه مايكل ايه to get rid of، للتخلص من both kings، يعني هو عمل خطه يخلص من الاثنين مره واحده، من سبت وفي نفس الوقت من Rassendyll ومن الريال كينج وبرضو من سبت فريز. ايه الخطه اهي، نقرا مع بعض اللي لسه قايلينها نندل شويه، ان 3 of Michael's men، ثلاثه من رجاله مايكل، would come، هيروحوا فين؟ السمر هاوس، and kill Rassendyll، يموتوا Rassendyll. طب بعد كده سبت and فريدز will be arrested، نقبض على سبت وفريدز بتهمة ايه؟ تهمة جاهزة for murdering the king، تعالوا ده انتوا اللي قتلتوا الملك. تمام. طيب بعد كده a messenger، رسول، would go to زندا، يروح زندا، then the real king would be murdered أو killed too، بعد كده الملك الحي يموت. بكده نكون خلصنا على الملكين، الملك الحي اللي هو رادولف الفبرج ورادولف Rassendyll الملك المستعار. كده خلصنا او غطينا كل الامبورتنت بوينت في يونت، في شابتر كام؟ 5. باقي لنا الشابتر السادس ان شاء الله واليونتين، وان شاء الله هنحاول قبل الامتحانات قبل شهر 6 باذن الله نخلص مع بعض كل مراجعات الكتاب ونبدا نحل امتحانات بقى كامله باذن الله.